بالنسبة لهذا الموضوع ديال الرقمنة في الفلاحة دابا ولا شي حاجة اللي لابد منها، علاش خصنا نمشيو للرقمنة؟ لأن كاين هناك بزاف ديال التحديات، تحديات ديال التغيرات المناخية، معناتها لازم خصنا نحافظوا على الموارد اللي عندنا كوساسوا ديال التربة ولا ديال الماء. هناك يعني التحديات كذلك اقتصادية، أننا خصنا ننتجوا في واحد الوقت اللي الإنتاج يكون فيه قليل في المغرب ولا في الخارج، كاين تنافس بعض الدول والناس بدات تدوز لهذا الميدان باش نكونوا دقيقين يعني بريسي. هناك تطبيقات، مثلا غير مثال ديال التطبيق اللي كان دارته وزارة الفلاحة مع لو سي بي والمدرسة الوطنية للفلاحة مكناس واليافي ولينغا، اللي هو فيرتيماب، ان الفلاح تيدخل تيشوف المنطقة ديالو ولا البقعة ديالو فين كاينة، وتجي واحد لي ريكومونداسيون، النصائح على كمية لي زونغري تسميد اللي خصو يدير، وهذا الشيء تيعتمد على التحاليل التربة اللي كانوا داروها. مثلا هناك تطبيقات كذلك الناس اللي تينتجوا بعض الفواكه اللي تيصدروها، تيخصهم يكون عارف يكون عندهم واحد العلم شنو هي الكمية اللي ينتج اليوم، مثلا الطماطم لان تتكون الانتاج يومي، مثلا الفرامبواز ولا تيتسمى التوت الارضي، لازم كل يوم تكون عارف. الوغ باش تعرف صعيب باش تمشي تبقى دير واحد الاستيماسيون، لهذا تيكون الاستعمال ديال الرقمنه ولا الذكاء الاصطناعي بعد 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 التطبيقات اللي تتكون في التليفونات اللي تدوز حدا الشجره ديالك وتتعطيك تقريبا، تتاخذ كثير من الصور وتتكون متداربه، تتسمى بالفرنسي الماشين ليرنين، متداربه على حسب اللون وعلى حسب الحجم وعلى حسب السخونيه العوامل المناخيه، تتعطيك بالضبط وقتاش غتنتج وشنو هي الكميه اللي غتنتج. كذلك دابا شفنا انه رقمنه متعلقه حتى بالدرون، يعني هذاك الدرونات اللي تيطيروا تيقدوا ياخذونا بعض الصور والتحليل ديال داك الصور تقد تعطينا مثلا المناطق اللي فيها الامراض، اللي من نعرف انا المنطقه اللي فيها المرض ولا النسبه ديال المرض، نقد نعطي الكميه اللازمه ديال الدواء كو ساسوا بهذاك الدرون ولا كو ساسوا بطريقه اخرى، لكن نمشي المنطقة معينة. إذا الدور ديال الرقمنة هو النقص من ليتيروجينيتي، الاختلاف اللي كاين في البقعة الفلاحية، باش نكون دقيق هنا لا كوتو دو بريسيزيون، نكون دقيق ونعطي الكمية اللازمة من أجل نزيد في الإنتاج ديالي. ولكن كذلك هناك المتعلقة بالاقتصاد، معناتها كيفاش نزيد سمارت، هو تطبيق خاص تيعطيك برنامج يومي للسقي في أي مكان في المغرب. بالنسبة للخضروات والفواكه الآن التطبيق كاين 27 زراعة، لكن تنخدموا على الأشجار المثمرة وشجر الزيتون. الفلاح تيختار البقعة الفلاحية ديالو فين كاينة، تيختار نوع الزراعة، تاريخ البذر، والتربة ديالو، نوع التربة ديالو، وكذلك شبكة الري ديالو، تيوصلوا كل يوم ما هي مدة السقي، عدد السقيات اللي يمكن له يسقي، والكمية ديال الماء. كيفاش نحسبوا هذا الشيء؟ هناك معادلات معقدة موجودة في التطبيق، ولكن بصفة عامة تعتمد على معلومات مناخية اللي تنجيوها بالأقمار الصناعية، ومعلومات خاصة بكمية الماء اللي تتخزن في التربة، والتجاوب ديال الزراعة ديالنا على حسب مراحل النمو ديالها، والهدف هو اقتصاد ديال الماء والزيادة في الإنتاجية.